والصبر مع انتظار الفرج يعتبر من أعظم العبادات، لأنك إذا كنت تنتظر الفرج فأنت تنتظر الفرج من الله عز وجل، هذه عبادة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب. النصر قال مع الصبر والفرج مع الكرب، فكلما اقتربت الأمور فإن الفرج أقرب إليك، وأن مع العسر يسرا.